مشاهدينا مرحبا بكم ولقاء جديد في شباب توك. هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون ما بين شبكة تلفزيون الحياة والتلفزيون الألماني دوتش فيلا. أنا ياسمين سعيد، لكم تحياتي من القاهرة. فمصر تشهد خلال المرحلة المقبلة انتخابات برلمانية، هذه الانتخابات التي تعد الأولى بعد ثورة سلمية استطاعت أن تسقط نظام، هذا النظام الذي استمر لمدة 30 عام. يكتسب البرلمان القادم أهميته من وضع دستور جديد للبلاد، هذا الدستور الذي سوف يساعد على الانتقال السلمي للسلطة، هذا الانتقال الذي سوف يحول البلاد من نظام سلطوي فردي إلى نظام ديمقراطي مدني. ولكن ما هو دور الشباب في هذه المرحلة المهمة، هذه المرحلة التي سوف تعطي الفرصة لكل فرد وكل مواطن أن يشارك في الحياة السياسية؟ كيف يستطيع الشباب أن يتغلب على الصعاب التي يمكن أن تواجهه في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ حتى نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل، دعوني أرحب بضيفي في القاهرة. أولا، المرشح لعضوية انتخابات مجلس الشعب المقبلة عن حزب العدل، والذي يرى أن الانتخابات القادمة تعتبر تاريخية وستشكل دستور مصر وتحدد شكل النظام السياسي القادم في البلاد، ومن الضروري في رأيه تمثيل الشباب في الانتخابات والبرلمان القادم لأنهم العنصر الرئيسي في ثورة 25 يناير. مصطفى النجار، عضو حزب العدل، وأيضا أحد شباب حزب الوفد، والذي يرى أن هناك طلب متزايد على الأحزاب لدى الشباب بعد الثورة، وأن الانتخابات القادمة ستحول المشاركين من الشباب من ناشطين إلى سياسيين يتعاملون مع فن الممكن. ياسر حسان، أصغر عضو في الهيئة العليا لحزب الوفد. وفي ألمانيا وعبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا أصغر عضو في البرلمان الألماني البوندستاغ، والذي سيقدم تجربته داخل البرلمان الألماني وكيف أن عالم السياسة على أرض الواقع قد يختلف كثيرا عن طموحات الشباب كنشطاء سياسيين. فلوراين بيرنشنايدر، عضو الحزب الليبرالي الألماني من برلين. مشاهدينا، حتى نستطيع الإجابة عن تساؤلات تتعلق بمشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية القادمة، أبدأ سؤالي لياسر. ياسر، كيف ترى أنه يمكن تحقيق هذا الأمر مع الإقبال الضعيف من الشباب على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ في البداية، هو ممكن يكون دور الشباب في الانتخابات اللي جاية مش شرط أن يكون من خلال الترشح للعضوية، لكن هو ليه دور طبعا في التصويت. يعني الشباب اعتقد انه في الفتره اللي جايه نسبه كبيره جدا من نتيجه انتخابات اللي جايه هيحددها الشباب. يعني الشباب هيكون لهم دور فعال في تحديد من هم او ما شكل البرلمان القادم. نعم، ولكن الصعوبات مصطفى التي يمكن ان تواجه الشباب، كيف تستطيع انك يمكن ان تشارك في هذه الانتخابات وبالفعل تكتسح الصراع الذي سوف يحدث؟ يعني الشباب يواجه مشاكل في الترشح بسبب الوضع الانتخابي في مصر المعتمد على رأس المال وعلى العصبية والقبلية، ولكن أعتقد أن ثورة 25 يناير هتكسر هذا الحاجز، وهنشوف في البرلمان القادم أعضاء من الشباب، لأن الكتلة التصويتية الأكبر في مصر دلوقتي هي الشباب، خاصة أن المجتمع المصري أكثر من 60% منه تحت سن 35 سنة. نعم، دعونا نرى التجربة الألمانية كيف حدث فيها هذا الأمر. فلوراين، أنت أصغر عضو في البرلمان الألماني، كيف استطعت التغلب على الصعاب والنجاح والوصول في هذا السن الصغير؟ لدينا في ألمانيا نظام تمثيلي، أي أنه هناك رغبة أن يمثل الشباب والكبار المواطنين في البرلمان، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تجربة أن يستفيد الشباب من الكبار، وأن يستفيد الكبار من الدم الجديد أيضا الذي يضاف إليهم في البرلمان. نعم، هذا الأمر ياسر يحدث عندما يكون البرلمان بيضم أحزاب، هذه الأحزاب أحزاب عريقة ولها تاريخ، وأنت عضو في حزب الوفد. ما نسبة تمثيل الشباب في القوائم المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة لدى حزب الوفد؟ يعني لو احنا اتكلمنا على أنه الشباب، تعريف الشباب هو من 18 ل 35 سنة، أعتقد أنه في حوالي 35% من على قوائم الوفد من الشباب، لكن هي المشكلة الترتيب. بمعنى؟ يعني القايمة لو بتتكون من 10 أفراد، فللأسف بعض الشباب أو معظم الشباب بيوضعوا على قوائم بترتيب من رقم 5 إلى رقم 8، وده بيضعف فرصتهم في الفوز، لأنه من الصعب جدا أنك تقدري قايمة تقدر تحصل على نص 50% من التصويت، فده فيدخل 5 أشخاص ليها يعني في الانتخابات القادمة.
لكن احنا بنراهن على انه الشباب يدخل العمليه الانتخابيه، يتمرس على المعارك الانتخابيه، يتمرس على العمل في الشارع، لانه الشباب فتره طويله جدا 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 كان معظمهم ما بيهتمش بالحياه السياسيه، قليل منهم كان في الاحزاب، ثم بعضهم كان مهتم كأنهم يشتغلوا كناشطين سياسيين من خلال جامعات حقوق الإنسان أو من خلال المؤسسات. ولكن ما يحاول فعله الشباب الآن هو النزول لأرض الواقع زي ما ياسر قال. مصطفى، هل تعتقد أن هذا الأمر يعني فكرة عزوف الشباب نظرا لأنهم كانوا غير منخرطين في الحياة السياسية زي ما ياسر قال تحديدا، إزاي يقدروا أن هم يعني ينقلونا لمرحلة سياسية مختلفة زي ما أنت بتأمل إذا كان أيضا صناع القرار سوف يكونوا من جيل مختلف؟ احنا تجربتنا في حزب العدل تجربة مختلفة، لان حزب العدل هو حزب اول حزب شبابي خرج بعد الثورة، اكتر من 90% من اعضائهم من الشباب اللي سنهم تحت 35 سنة. فاحنا بعكس حزب الوفد والاحزاب او القوى القديمة، كل رؤوس القوائم عندنا هتبقى من الشباب، ودي الاضافة الجديدة اللي احنا بنقدمها للمجتمع المصري، وهي بعض الناس بتشوف ان دي مخاطرة او ده نوع من انواع الانتحار السياسي، لكن احنا بنشوف ان يعني الثورة ما نجحتش الا بالمخاطرة، والثورة ما نجحتش الا بالحلم، فشايفين ان الحلم ان شاء الله هينجح، وزي ما نجحنا في الثورة هننجح في الوصول للبرلمان. نعم، دعونا نرى فلوراين كيف استطعت التغلب على شيوخ السياسة لديكم في ألمانيا واستطعت الوصول للبرلمان، هل كان بالفعل هناك اختلاف كبير في التوجهات والرؤى بينك وبينهم؟ أعتقد أنه السياسة من المهم أن يتضح الأمر للشباب أن كل ما يحدد السياسة هو يحدد حياة الشباب، فكان هذا هو السبب في مشاركتي وانخراطي في الحياة السياسية، لأن السياسة هي أيضا تؤثر على حياة الشباب، وإذا ما أدرك الشباب هذا فسوف يشاركون في الأحزاب كما شاركت أنا، والحزب الليبرالي الذي أنا عضو فيه كانوا يقولون أننا يجب أن نشرك الشباب معنا حتى يقرروا ويحددوا حياتهم بأنفسهم. نعم. طيب يعني دعوني أنتقل تحديدا إلى ألمانيا وفلوراين. فلوراين، الشباب خارج الأحزاب لديكم في ألمانيا ماذا يفعلون تحديدا؟ هل بيحاولوا المشاركة في العمل العام؟ كيف يتم توظيفهم؟ أعتقد أن الأحزاب يجب أن تفهم أن الشباب يخشون من الانضمام إلى الأحزاب أحيانا، لذلك نحاول نحن هنا في ألمانيا أن نزيل الصعوبات من أمامهم، أن نقول مثلا هناك موضوع مهم للغاية بالنسبة لحزبنا وعليكم أن تهتموا بهذا الموضوع دون أن تكونوا أعضاء في الأحزاب، وأعتقد أن هذه العروض تجد صدى جيدا لدى الشباب. نعم ياسر، يعني في البداية مصطفى ذكر فكرة العصبيات القبلية والتصويت الجماعي، كيف يمكن مواجهة هذا الأمر أم أنك بتعتقد أنه انتهى مع نظام مبارك؟ لا هو ما انتهاش، لا ما انتهاش بالتأكيد، ما زالت في بعض يعني الثقافة المصرية مختلفة تماما عن الثقافة في ألمانيا، يعني عندنا في مصر في الصعيد على سبيل المثال عائلات وتراث وبتتوارث البرلمان من عشرات السنين أبا عن جد، ولكن عقلية الناخب اختلفت. عقلية الناخب اختلفت، لكن حتى الشباب هم نفسهم جزء من المجتمع اللي عايشين فيه، يعني الشباب في هنا هو نفسه الشباب اللي بيدي نفس العائلة، إذا كانت عائلة معينة هو شبابها، فلا أتوقع أنه ده هيتغير في الانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة انتخابات كانت سريعة، يعني ما أمهلتش الشباب فرصة إلى أنه ياخد الوعي السياسي الكافي، لأنه ما زلت بقول القيام بثورة شيء جميل، لكن الدخول في العملية السياسية زي ما قال مصطفى عملية مختلفة تماما، ليها حسابات دوائر، تركيبة الدوائر، عدد الناخبين اللي في الدائرة، عدد الأقسام والمراكز المفروض ان هو ياخدها، مع العلم انه حصل تغيير في القانون الانتخابات الحالي، فالدوائر اتغيرت عن الدوائر اللي كانت حتى الناس متعودة عليها في 30 سنة اللي فاتت، يعني حصل تغيير، كانت الانتخابات عندنا فردية اصبحت قوائم، كل ده محتاج وقت عشان الشباب يعني يلم الموضوع، التجربة دخول الانتخابات بشكل كويس ويتمرس عليها، والانتخابات كمان مهارة، يعني النهاردة المندوب اللي هيبقى واقف في الصندوق الانتخابي
يعني مش لازم اختاره من نفس الصندوق. إذن هل هذه المهارة الشباب يقدر على مواجهتها؟ هل تستطيع مواجهة هذا الأمر، العصبيات القبلية، التصويت الجماعي، المادة، كيف تستطيع مواجهة ذلك؟ يعني أعتقد أن تأثير العصبية هيفضل موجود، ولكن بعد ثورة 25 يناير هيضعف تأثيره، مش هيبقى بالشكل الموجود قبل كده، وده هيعتمد على كم عدد الناس اللي هينزل، زي ما شفنا الناس اللي نزلت في الاستفتاء، فالكم الكبير اللي هينزل اللي احنا متوقعينه كل ما يزيد معدل المشاركة ده هيمنع التزوير، ده هيضعف من فرص القبلية والعصبية، هيضعف من سطوة رأس المال، وده اللي احنا بنراهن عليه. هذه الأمور بتعتبر لدينا في مصر تجاوزات، ولكن ما هي التجاوزات في ألمانيا، فلوراين، والتي تتعرضون إليها عند خوض الانتخابات البرلمانية؟ ليست لدينا مشاكل على سبيل المثال في احتكار الانتخابات وأن يعطي أحد صوته، ولكن هو السؤال كيف نحفز الأشخاص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ونسبة المشاركة عادة ما تكون أقل من النصف في المجتمع لأنه الناس تحجم عن الانتخابات، وهذه هي واحدة من المشكلات الرئيسية التي نحاول أن نتغلب عنها في ألمانيا، نحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات. نعم، تحفيز المواطنين بيحتاج إلى العقل، وبيحتاج أيضا إلى عوامل مادية تبسط المعلومة أو توصلها للمواطن. كيف ترى التمويل للعملية الانتخابية في مصر من خلال الأحزاب أو من خلال الأفراد؟ يعني دي النقطة الأساسية اللي أنا شايفها عائق لدخول الشباب للعملية الانتخابية، على الأقل في الانتخابات القادمة، يعني الانتخابات القادمة، لانه العمليه الانتخابيه فيها مصاريف كبيره جدا، لان الدوائر دلوقتي اتغيرت، بقت واسعه جدا في مصر، مش زي الدوائر اللي قبل كده. الاحزاب مش قادره على دعم كل المرشحين، مش كل الاحزاب معاها فلوس، ومش كل الشباب هيقدر انه يدخل العمليه الانتخابيه في بالذات في بعض مناطق الصعيد في مصر. لكن انا زي ما بتفق مع مصطفى، اذا كل مكان مشاركه الشباب قويه وفاعله هيقدروا يغيروا الفكر ومستقبل السياسي لمصر في العملية الانتخابية الحالية والقادمة كمان. نعم، هذه النقطة تحديدا سوف نتوقف عنها، ولكن مصطفى فيما يتعلق أيضا بتمويل العملية الانتخابية، كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر؟ ألا يوجد أي إيجابيات فيما يتعلق بعملية التمويل؟ هي عملية التمويل يعني عائق كبير جدا أمام الأحزاب وأمام دخول الشباب للبرلمان، بسبب أن كل يعني العملية الانتخابية بتحتاج أموال كثيرة، ولكن احنا بنشوف ان احنا بنحاول نتغلب على هذه المشكله من خلال استخدام وتفعيل الموارد البشريه، بنحاول ان احنا يعني نشغل افرادنا كويس ونحركهم اكتر ونفعل فكره التطوع، وان احنا حتى الناس اللي مش منضمين للاحزاب يعني بنخليهم بندعوهم للفكره، ويعني بنديهم حلم، بنديهم امل، بحيث ان هم يشاركوا معانا، فما نحتاجش المصاريف الكبيره اللي محتاجاها الاحزاب الثانيه والشخصيات السياسيه التقليديه. نعم، فلوراين، فيما يتعلق بكم في ألمانيا، ماذا عن تمويل العملية الانتخابية؟ هل واجهتم نفس الصعوبات التي واجهها الشباب في مصر كما ذكر ياسر ومصطفى؟ لا، ليست هكذا. فالتمويل يقوم على ثلاثة قوائم، أن يقدم الحزب، هناك مساهمة، وتقدم أيضا المؤسسات الداعمة للحزب بعض المساعدات والتبرعات، وكذلك المواطنين. أعتقد أن المسألة التمويل يجب أن تتسم بالشفافية، وألا يكون هذه المساهمات أو هذه التبرعات فيها أي نوع من شبهات شراء الأصوات. ياسر، تحدثت كثيرا أنت ومصطفى عن فكرة العصبيات القبلية والمادة والصعوبات التي تواجه الشباب، ولكن من ناحية أخرى، ألا ترى أن الشباب انشغل كثيرا بميدان التحرير؟ دي حقيقة، لكن تختلف من منطقة لمنطقة. يعني مصر بلد كبيرة في المساحة، يعني أعتقد المدن زي القاهرة واسكندرية، المدن اللي فيها نسبة كبيرة جدا من الشباب اللي على اطلاع بالوسائل الاتصال الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر، طبعا تأثروا، هيبقى لهم دور. لكن إذا نزلنا في بعض الأقاليم المصرية الأقل فيها نسبة التعليم والكده، طبعا بتظل القبلية والعائلة يعني لها الدور الأكبر
في الموضوع. انا مش متوقع ان الفلوس هتلعب دور كبير قوي في الانتخابات القادمه في مصر بقدر القبليه والعصبيه. نعم، ولكن مصطفى فيما يتعلق بالنقطه الخاصه بفكره انشغال الشباب، هل تتفق مع ياسر في ان الشباب انشغلوا وتاخروا كثيرا في تنظيم صفوفهم لدخول المعركه الانتخابيه القادمه؟ هو يعني الشباب يحتاج النزول لميدان التحرير لاستكمال تحقيق اهداف الثوره. ممكن كان في بعض اخطاء عند يعني الثوار الشباب، ولكن انا شايف ان ده تم تداركه في الفتره الاخيره، واللي يدلل على دوت ويأكده ان دلوقتي في قوائم كتير من القوائم الانتخابيه نازل على رؤوسها شباب من شباب ميدان التحرير. وزي ما احنا بنشوف ان الثوره مسارين، مسار للهدم ومسار للبناء، يجب ان نسير في الاثنين على يعني بشكل متوازي. نعم فلوراين، الشهر القادم شهر نوفمبر هو الانتخابات البرلمانية في مصر، هل تعتقد أن الشباب المصري يستطيع أن ينظم صفوفه في فترة زمنية قصيرة، وهل فعلتم المثل أيضا في ألمانيا؟ أنا أعتقد أن الأحزاب السياسية يجب أن تخاطب الشباب تحديدا، ويجب أن يكون هناك تحالف فيما بين الأحزاب أيضا في التوجه إلى الشباب. وإذا كنا نتحدث عن تنظيم الشباب فيما بينهم، أعتقد أن الوسائط الجديدة تلعب دورا جديدا حتى في مصر، ونحن في مصر نستخدم هذه الوسائط الجديدة من شبكات اجتماعية وخلافه من أجل تنظيم الشباب وحثهم على النشاط السياسي. نعم، حتى يستطيع الشباب أن يتفقوا لابد أن يتفقوا على آراء محددة، وأغلب الشباب اتفقوا على تطبيق قانون العزل السياسي، هل تتفق؟ نعم طبعا بالتأكيد، يعني أنا أتمنى أن قانون العزل يطبق، لكن هو المشكلة في قانون العزل أنه مفهوم القانون نفسه مختلف من 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 حزب لحزب ومن شارع لشارع. يمكن كنت بتكلم مع مصطفى دلوقتي أنه حتى تفسير كلمة فلول اللي احنا متدرجة في مصر مختلفين عليها، ما هو تعريف الفلول ومن هم اللي المفروض يشملهم العزل ولا لا. لكن طبعا أنا أتمنى أنه إذن كيف ترى الضوابط والمعايير الخاصة بتطبيقه؟ أنا أتوقع أنه في رأيي الشخصي كل من شارك في انتخابات 2010، هذه الانتخابات المزورة، لابد أن يطبق عليه قانون العزل. كل نائب سابق حتى عن 2010 صدر عليه حكم ببطلان الانتخابات ولم ينفذ هو نائب فاسد، لابد أن يطبق عليه قانون العزل. أعضاء المجالس المحلية للحزب الوطني الحاكم، أعضاء المجالس المحلية في 2008، لازم أن يطبق عليهم قانون العزل. كمان أعضاء الأمانات في الحزب على مستوى الجمهورية، لأنه كانوا هم دولت الفئة اللي بتزور. ويعني ياسر بصراحة، هل هذا مبدأ أم الهدف منفعة سياسية في كلمة واحدة؟ لا، يبقى لو إحنا بنعتبر أنه منفعة سياسية، يبقى أعتقد أنه ما فيش ثورة. لو مش هنطبق قانون العزل ما فيش ثورة. ولكن مصطفى، ألا تشعر بخوف من أنه إذا انعزل يعني رموز الحزب الوطني التقليديين اللي اعتدنا عليهم أن يملأ الساحة أشخاص ربما نتخوف منهم بشكل أو يتخوف منهم البعض بشكل أكبر من تيارات مختلفة؟ يعني أظن أن الديمقراطية تسعى الجميع، ولكن يعني قواعد العدل ترسي أن كل من أفسد الحياة السياسية يجب أن يحاسب. من أهم أهداف ثورة 25 يناير يعني القضاء على سيطرة الحزب الحاكم بعد فساده، وهذا حتى الآن لم يتحقق. ومن المشين جدا أن احنا نرى نفس الوجوه القبيحة التي كانت يعني تمارس التزوير وإفساد الحياة السياسية نراها تترشح بكل صفاقة للبرلمان القادم. وأتمنى يعني قبل الانتخابات أن يصدر قانون العزل ويتم تطبيقه وإعماله على الفور. نعم فلوراين، كما استمعت إلى ياسر ومصطفى، الشباب في مصر اتفقوا على ضرورة تطبيق قانون العزل السياسي، هل احتجتم لمثل هذا الأمر في ألمانيا، إقصاء سياسيين من نظم سابقة حتى تستطيعوا أن تثبتوا وجودكم في المجتمع؟ نعم، كانت لدينا تجربة مشابهة في ألمانيا عند إعادة توحيد شطري ألمانيا. كانت أمامنا نفس هذه التساؤلات، لا سيما تشكلت مؤسسة لتستهدف من هم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مثلا من المخابرات السرية وما إلى ذلك، وكان هناك سياسيين أيضا خضعوا لهذه المؤسسة وبدأت العقوبات تطبق عليهم، وكانت هذه المؤسسة تراعي ألا يتقدم هؤلاء أو يترشح
يرشح هؤلاء للانتخابات. أعتقد أن هذه مسألة مهمة لكسب ثقة أصحاب الأصوات أن لا يقوم هؤلاء باحتكار الأصوات أو بشرائها. فكرة إقصاء السياسيين ليست فقط على مستوى المجتمع ولكن أيضا يمكن أن تكون على مستوى الحزب الواحد، فشباب حزب التجمع بيقوموا بزيارات للمحافظات بهدف يعني المطالبة بإقالة قيادات الحزب القديمة، وهذا ما ورد إلينا من أخبار أيا كان مدى يعني صحة هذا الكلام. ما هي المشاكل التي تواجه الأحزاب فيما يتعلق بالتفاعل ما بين الشباب وما بين رموز هذه الأحزاب أو الأشخاص الأكبر سنا؟ شوف حول ياسمين، هو الثورة خلقت يعني طاقة كبيرة جدا عند الشباب بعد الثورة، يعني لما انضموا للأحزاب حتى عندنا في حزب الوفد كان الشباب جاي مندفع جدا عاوز يشتغل من أول ساعة يوصل فيها الحزب. ويعني حزب الوفد على سبيل المثال انضم ليه من 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 شعب ثورة مصر إلى الآن أكثر من 20,000 شاب. فحزب حياة سياسية راكدة بقالها 30 سنة وأنت مطالبة أنك أنت تشتغلي، أنك أنت تحركي في الشارع 30 أو 20,000 شاب وتلاقي لهم أماكن أنهم يشتغلوا فيها وعمل يقدروا يعملوه في الشارع المصري، كان مسألة صعبة جدا. لكن الأحزاب والقيادات القديمة مطالبة بحاجتين: احتواء الشباب أولا، تاني حاجة أنها تسيب مساحة ليهم. يعني النهاردة عندنا في حزب الوفد كان في قرار أنه لابد أن يمثل، وده هيتغير في اللائحة الداخلية للحزب، الشباب بنسبة مع يعني تمثل النص، ما ينفعش الأعمار تتجاوز اللي فوق 50 تبقى هي المهيمنة على الحزب. فده الأحزاب بتغير نفسها دلوقتي، بتغير جلدها. أعتقد كمان أنه حتى الأحزاب اللي طلعت بعد الثورة اعتمدت برضو على جزء كبير من الشباب، هي هيبقى ناقص النقطة الوحيدة هو أن الشباب يتغيروا هم من نشطين سياسيين إلى رجل سياسة. وعند هذه النقطة تحديدا وخاصة زي ما ياسر قال عدد كبير من الأحزاب ظهر بعد الثورة، هل مشاكل الأحزاب القديمة سوف تنتقل إليكم في الأحزاب الجديدة؟ تجربتنا كحزب شبابي مختلفة تماما عن القوى القديمة، لا نعاني من هذه المشاكل على الإطلاق، بل بالعكس يرى البعض أننا نعاني يعني من ضعف الخبرة السياسية بسبب عدم وجود يعني أصحاب الشعر الأبيض، ولكن يعني نحن نحرص ونهتم بفكرة الشراكة الجيلية ما بين الأجيال الأصغر والأجيال الأكبر، ولكن في نفس الوقت نحاول أن نقدم تجربة شبابية مختلفة، ونحاول أن نعيد تشكيل النخبة المصرية، لأن النخبة السابقة التي كانت موجودة قبل الثورة أثبتت فشلها وعجزها عن مواجهة النظام، ولم تكن على قدر الحدث ولا على قدر المسؤولية أثناء الثورة. فأعتقد أن الفترة السياسية الفترة القادمة في مصر ستشهد الساحة السياسية اختلاف كبير جدا في وجوه السياسيين، سنرى وجوه مختلفة، سنجد روح مختلفة، كل شيء سيختلف عن قبل 25 يناير. نعم فلوراين، هل واجهتم نفس الأمر على مستوى الحزب وليس على مستوى المجتمع، فكرة التعامل ما بين القديم والحديث، الجيل القديم والجيل الحديث داخل الحزب؟ لا، لم يكن لدينا مشاكل في الحزب، كان الشباب والكبار يتفاهمون فيما بينهم على أو يتفقون على هدف واحد، فلم يكن أحدهما يعمل ضد الآخر، والشعب أيضا يتوقع هذا، أن يعمل الشباب وكبار أعضاء الحزب معا لتحقيق أهدافهم، وعلينا أن نجد إذن حل وسط إذا كانت هناك مشكلة. فيما يتعلق بالمظاهرات العديدة التي وقعت على مستوى العالم تقريبا في 82 دولة في أكثر من 1000 مدينة، هذه المظاهرات التي استلهمت من مظاهرات الربيع العربي، من وجهة نظرك لماذا وقعت هذه المظاهرات؟ ليست لدينا هذه المظاهرات الحاشدة في ألمانيا كما كان الحال في مصر. لا، نحن في ألمانيا ليست لدينا مشكلات كبيرة، فنسبة البطالة ليست كبيرة كدول أخرى. بالطبع يخرج الشباب لهذه الأسباب، ولكن لدينا في السياسة يجب أن نفهم أن هذه المظاهرات لا يجب أن تشكل عائقا أمام القرار السياسية السليمة. لذا نحن نتناقش هنا في ألمانيا كثيرا حول إشراك الأشخاص معنا أو المواطنين حتى بخلاف فترة الانتخابات.
مشاهدينا، فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية ورؤية الشارع والشباب للانتخابات البرلمانية، دعونا نتابع ما يقال تحديدا وما يحدث على الانترنت. يمكن أن نتابع بعض الآراء ربما على الفيسبوك. هذا الرأي رأي متفائل: إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستشهد منافسة شديدة يخوضها الشباب بعد ثورة سلمية غيرت نظام سلطوي، ويواجه الشباب تحدي كبير في هذه المنافسة لصنع ديمقراطية مدنية. من حديثنا وما نتابعه من آراء مختلفة تتعلق بالمشكلات التي ممكن ربما أن تواجه الشباب، يعني كان رأي متفائل على الإنترنت. فيما يتعلق بالإنترنت ياسر، إلى أي مدى سوف تستغل هذا الأمر الإنترنت والذي ساهم في تفجير ثورة 25 يناير؟ كيف يمكن استغلاله في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ لا طبعا هيستغل. ما نقدرش ننكر أنه الفيسبوك والتويتر كان لهم دور كبير جدا في الثورات الربيع العربي. هيستخدم وهيستخدم بقوة، لأنه ما يميز الشباب على الفيسبوك او شباب الفيسبوك في مصر انهم عندهم قدره على الحشد يعني، وبالتالي يمكن استغلال هذا الامر بالزبط. بشكل جيد. الى اي مدى تستطيع ايضا مصطفى استغلال هذا الامر في ترشحكم؟ جميع وسائل الاعلام الجديد اعتقد انها يعني تمثل قوه كبيره في التعبئه والحشد للانتخابات، وسيشهد الانترنت يعني في مصر طفره في استخدامه بالنسبه للانتخابات زي ما تم استخدامه للتعبئه والحشد لثوره 25 يناير. نعم فلوراين، هل استطعتم ان تستخدموا الانترنت ايضا في الانتخابات البرلمانيه لديكم بشكل واضح لاكتساب اصوات الجمهور؟ نعم، كان هذا الأمر مهم للغاية، فاستخدام الفيسبوك والتويتر في الحملات الانتخابية مهم، فالشبكات التواصل الاجتماعي تبقى مهمة أيضا حتى بعد الانتهاء الانتخابات، فيجب أن نستخدمها حتى نؤكد على شفافية العمل لدينا أمام أصحاب الأصوات. وفي مصر أعتقد أنهم يستطيعوا أن يثبتوا أن هذه الوسائل الجديدة ليست فقط للاحتجاجات والمظاهرات، ولكن أيضا لإرساء الديمقراطية. سنرى ما تحمله الأيام القادمة من تطورات فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية. أنا بشكر يعني ضيفي في القاهرة المرشح لعضوية انتخابات مجلس الشعب المقبل عن حزب العدل مصطفى النجار عضو حزب العدل، وبشكر أيضا ياسر حسان وهو أصغر عضو في الهيئة العليا لحزب الوفد، وكذلك بشكر أصغر عضو في البرلمان الألماني فلوراين بيرنشنايدر. شكرا جزيلا لكم. ومشاهدينا بشكركم شكرا جزيلا أيضا على متابعتكم لنا، وسنتابع معا جميعا ماذا يحدث في الانتخابات البرلمانية المقبلة وما هو دور الشباب وكيف سيواجه بالفعل الصعوبات. اللقاء يتجدد في شباب توك. شكرا لكم وإلى اللقاء.